أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما المراد بقوله تعالى: وإذا الموءودة سئلت؟ الموءودة البنت يقتلون يدفنونها وهي حية حتى تموت تحت التراب، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون. كانوا في الجاهلية يكرهون البنات ويدفنونهن وهن حيات، يدفنونهن وهن حيات يمتن تحت التراب شر قتلة. فالموءودة هي البنت تدفن وهي حية وتموت تحت التراب. سئلت يعني الله يسأل هذا المجرم يوم القيامة: لماذا قتلتها؟ نعم.